حدثنا ربيعة بن كعب الأسلمي ربيعة ما ينصومرين بانفلا يا هل كان حديث بو في صحيح مسلم كل ياي ورانا إنما صومرين ربيعة بن كعب الأسلمي وصحابي من المهاجرين من أهل الصفة من أهل الصفة أيو كمدي هاي رجت ضباطا قاية فقراء هاي النبي مرتضى وهاي مسجد كالسيحانة يي وحي هل قال جهاد كقيب قادنا يي وحي هؤلاء المسلمين تقول تعالى كل بكال انتو ذاكو أدن قادنا يي المسلمين ترى مرتضى وها أيو كتر سنة ربيعة ابن كعب الأسلمي من أهل الصفة لبي يتمنى حديث من النبي كتب عليه الصلاة والسلام هل كان حديث من أقول في صحيح مسلم والسنن الأربعة أبي داود النسائي الترمذي ابن ماجه يا مسلم حديث كان هذا نعاوه إنه أيو كولا يا هاي كوي طبعا كلي حديث كتبت كلي مسانيد ذكر الله أقول الله أبنا إياه وحوق جريودي لحدا يصدح دي هجرة أيو جري رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرك حد قصة ديربولي هاي وحديث لو حديث حديث كذا إنه مرة حديث أحمد كجرة أي عانوه قصة ديربوها وحوق لي هاي و رجل أخذ مجر صوبانها عليه الصلاة والسلام رجل النبي قوى أليك جيري أيو أها خادم ولبا آد وشتشبان والنبي قوى نقول ودقا ودن وإلى واقد دنبا النبي قوى اسكودا ينو وابا القدو أيو أها أيو أها وإن نقول من دونتا إن شاء الله تعالى قصدنا مركو حديث كشيغو أيان نشيغ إن قصدي سه حديث ربيعة بن كعب الأسلم قال سحابي وحول كنت وحان أها أبيت كبرية مع رسول الله رسول كلاه بان لبري يجري قوريغا أبي تضع هذا قوري وان سيحان جري وما جيدي رواية كلو حديث كولي با عضي سي نبي قم مالين كوردن بانو آديغي جري بول سحابي مالين كوردن بانو آديغي جري وحي وباهن يهي سان اوغو آديغي إلا او نبي قم عشاها تكادو أيان لازم جري أيان لازم جري مركو نبي قم عشاها تكادو اي قوريغي ساو آدو اي قوريغا او قالو أيان بنان كوري فريسان جري بول بنان كوران فريسان جري waaba intaa uu nabigu intuu wax u baahdo kacaba uu isoo yidhaahdo ma xarotaha allah ku nabad iyo iskama tegi jirin ban anugu markaan guriga nabigu ku hubsado gurigiisa uu galo bannaanka kore iridda ayaan fadhiisan jiray markaasaa mararka qaarkood waxaan maqli jiray wardiga iyo qur-aanku nabigu akhrinayo iyo tasbiixda iyo dikriga iyo allabeerka nabigu u wado ilaa in nabar ah marka halkaasaan fadhii jiray marka intaan daalo aan idhaa leelahay nabigu hadda waa gamay mar dambe wax kaagama baahno yaan isku noqon jiray buu mararka qaarkoodna barta aan fadhiyay intay hurday u qabataan iska seexan jiray buu ilaa nabigu sugahayaa maanta odhana waa shaqaynay waa daalan yahay wuxuu wardiyo fadhiyaba hadduu nabigii soo noqon waayo mararka qaarkood iska seexan jiray ilaa nabigu markuu saado u soo bax mararka qaarkood i toosiyo anoo barta jiifa مكعب ها طيب من ربيعة ربيعة من كعب عفوا مركا قاركود مركا دالو النبي يقول وان اسلاوو سحر يا يعني نسكلا بنشرو ابيتو مركا معنا سوق تشيدا حبين كان بدن كيبا ماشي هدات جوكتو نمبر يوم باطاي ساسو كوالا سحابي كنت ابيتو مع رسول الله رسول كلاه بان لبري تشري فاتيته بوضوئه مالي مال ما كمدا ويسدي سيبانو كان يا وحاجتي دنتولا رميجي سيوح النبي يقول يعني فقال لي وحيوني مالي مال ما كمدا سل ربيع وحون يوديس ابا القد ونبي وتشيدا ان يعني كان ادو دالي اديغي اخيار كا قيمها بدن ونبي ربا ان وحون وقالوا وحون وقودوا وابالك وحون كقبطوا من لا يشكر الناس لا يشكر الله ذي وي فقلت وحاري اسالك مرافقتك في الجنه النبي الله وحنك ويديسانيا مرافقتك انك كل رفيق وكل صاحبه في الجنة جنة إن كقولة درسان ربا جنة إن كقولة درسه بمعنى وحكى الله زهور جنة إن قالان ربا ودي الله إيه بريدو مد الله بهذه أن قالنا إن درس أن كلنا نقدان ربا هذا سؤال دون كنا بأوكم اللازمين ملك لم ينو دقاقة آخر إن أنا كاف عن ما ربا السؤال هذا السؤال هذا قال النبي وحول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك كاكو أن كأهين مياد ويدي سنيسا أو غير ذلك استفهام هذا استفهام كوضو وأذكر بوغة هذه أضع عطف كوضنا أو بعده أو بين نقون وادريبي وكل دوين قلت وحي النبي الله هو ذاك طلب كي عطف وامتك أسرع طلب كان دونيو يدن طيدو وانت
wax kale ma jiro. Qaal nabi xudu calayhi salaatu wasalaam, faacinnii igu kaalmee calaa nafsika, naftada horortadeeda iga kaalmee bikatrati sujuudi, sujuud badinteed, sujuud inaad badiso iga kaalmee. Bimacnaa naftoodu waa bini aadam baa tahay, wa amaara bisuui naftu ilaa man raxima rabbii, mooyeen marka waxay u baahan tahay in aad aduguna isbargantaasho, isoo habayso. Dad iska seexata hal ay qaada aad tidhaahdo oo laguba meel dhigto laguma fujin karo. Haddaad istahabiibto laakiin waa lagu qaadi karaa, saa ma ogtahay. Haddaad meyd iska dhigto laguba meel dhigto oo innaba adugu yani toban nin kuma fujin karaa. Haddii laakiin aad isfudayso hal nin baa ku qaadi karaa. Marka nabigu wuxuu yidhi faacinnii, nabi maxamed baa ii ergeyn oo alla ii baryay, bas intaad tidhaahdo aad iska seexani, adna soo dadaal, soo dadaal. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آيات أفرس. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هو شو دون هاي نوام حي الربيعة أن يكون مع النبي. إن النبي قال لك شرو وراعو الربا. نينك صار ربا محل قربا. ومن يطع الله ورسوله ولا قربا. هو شا إنه ليمد. هو شبه الله الدري. xadiidka anas aad garanaysaa caanka ahaa, nin baa istaagay nabi allow qiyaamada goormay dhacaysaa buu, adduunka goormaa la rogu, suurka goormaa la rogahaya, goormaa la afuufi. Nabi wuxuu uhi maxaad u diyaar garaysatay, waa su-aal culis. Maxaad u diyaar qiyaamo haddii beri lagu dhufto, maxaa kaa diyaara? Wuxuu nabi allow wax kale anuma haye laakiin rasuulka ilaahay baan jeclahay. Ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay. Nabi wuxuu uhi anta maca man axbabta, أحد كانت تعيش هي بات راعيسة. أنا حديث كان أسأل تعليق وحولي، فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأنا معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. بو فقه أنا صفر صو وحولي أنا هذا أنا صاحي ما بقى يا أبو بكر يا عمر بان شعلها عثمان يا عائلة ماشي يقول في رسالة حي لي أبو بكر يا عمر دتك لميد ما أها ميشنا مال علوس ويهي وحول أنا الرسول كان شعلها وأبو بكر يا عمر بان شعلها أيا كان راعها يا بوري محام راعها بحب إياه شعيل كان شعلها يبان كل راعي بوري وإلا ما أعمل مثل أعمالهم يا من لا إيمان عملك الرسول يا أبو بكر يا عمر. طيب قاعدة وي إذن وحال قرب الروح عمل كائن لي ماده وأسوء السوء تهبيب وصوى الشقيست. فأعني على نفسك بكثرة السجود. قصد يا رب مركة حديث كولي هاي حديث كو قصد يا رب ولي هاي قصد يسوء مركة وحيا هاي مركو نبي وكول عليه الصلاة والسلام كعبو هول سوى ديسو محانك وقبتا محاد دونيسا يوحو النبي الله waan soo tashan kadib baan kugu soo warcelinayaa, waan soo tashan kadib baan kugu soo warcelinayaa. Dhowr maalmood buu nabiga ka maqanaa. Rabiica ka sheekeeyey waxaan isii waxaan idhi buri markaan hawshii rogrogay cidna muusasa weydiin, markaan hawshii rogrogay waxaa ii soo baxday, waxaan idhi buri adduunyadu waa munqaticatun zaa'ila bixuruufihi, adduunyo waa go'aysa waana laga tegi. intaad joogtana waxaan isii buuri irsaaqad iyo calaf aad cunto allah qadaray, wax hawl adduunya nabiga ha weydiisanin baan go'aansaday. Sideeduba maxaa kuu daran arrinkaada aakharo, hawshiisaan u ruray waxaan ku soo ururiyey inaan hawl aakharo aakhiradeeda ku qusaysa aan nabiga weydiisto, oon wax adduunya aanan ka agbixin. Maalinkii dambu nabigu arkay wuxuu yihi Rabiicow maxaad soo samaysay, maadaa facalta, yacni go'aankaad soo qaadatay soo daa. Wuxuu nabi allow waxaan ku weydiisanayaa yaa rasuulallah as'aluka an tashfaca lii ilaa rabbika fayuctiqanii min annaar. Riwaayada axmed asalu muraafaqataka filjanna, saysan dhuunta kuugu gelin ood macnaha u fahanto. Nabi allow waxaan ku weydiisanhayaa buu yihi inaad ii ergeysood alla ii barido. Riwaayada hore axad xadiidka waxay ku jirta waxaana saa u yidhi buu yihi oon u yidhi aan hawl aakharo go'aankeeda u qaatay, waxaan ogahay buu nabigu darajada uu ilaahay agtiisa ku leeyahay, maadaama suubanuhu iyo allihii isku fiican yihiin
إلهنا مانت النبي كاجه هذي يمكن وحوني ويديسو هول الدنيا بها كل حنينه هول آخر النبي قويديسا إلى ور سويش سويش سواش ما حين قطعي نبي الله يدعى وي وإله إيجابري إن الجنة ذا كقول الرفيقون كقول الدرسو رواية كوع ديسي يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار أنت أمرك يدي نبي وحوري يا كوش هيك تلدا من أمرك بهذا نبي وحفلي هي إنه نبي الله هدي نوي نوان هرين وأوبت هي حلو دحنك عر يا دحلك عر بوانا هاي نين أضلاو هذا ماشان بورك إسكت دحتفر وانا هاي هدي هري يقول يلا هبيانو بانا هاي وهل يلا ما أنا أبان هؤلاء سند بيجسوا هاي يوحي له المال نبي حوري يا كأمري إن أتلا هذا النبي الله وحن ربا إله إبري إن آخره جنة إجيو نار نجبت بادين كل درسه حوري الله محمد سمي يا كل ارتحقنا الله صوت دري أحد بن آدم النبي الله أن كلا تشدي مجرى وش أيضا أنا أبا جو أن كأجر نبي هوش مركا فسكت طويلا النبي يقول حقا أمسي إن نبرأ حبار بنبي يقول أمسنا وفوري من لا إله إلا الله تشنا يا صبره جبريل بابا هوست وحقا شيء وحي با سودك دقي صبنا هوله لما قال موقتاي مركو عبار نبي يقول أمسنا وانا اللي محاك سؤاشا نبي يقول أوي دي سي يوحي لي إني فاعل ذلك فاعلني على نفسك بكثرة السجود ورواية أحمد وإيالي آخرنا وانقول شفيعي إلهنا وانقول يدي إن الجنة إن كدر اسمه لكن ما حنقربا أذوقنا حيو ولا إمو حيو ولا إمو شيخ ولا عق بقول كنا الله يقربا بقول كي بعدين قربا وعروس تيم وقتا هم حزب حافي عن حيو وكون تم منصهلة لحدا كوبا رايستا تضباطا صدا حرته هلاقوك جماعة المساجد قبل أنت بوحية ومعقول لكن برنان كان الله سون الله يدهو ويرها عرستا إنه يحرف عني على نفسك بكثرة السجود لأنه هو شو يحب أنت الشفاعة يرجدو أسباب وشروط بيحب أنت هاي أسباب وشروط أذون السوق هذاوي أذون السوق مركا رقم بين مركا صحابة الأولى هاي إني ويبغون تزحابة النبي الشفاعة ويديستي التواصل بذات النبي ولا بجاهه معه وامحي وطلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الشفاعة وامحي والطلب والسؤال وي مرك أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار تانوي كبض أنت مالي مالماها كما إذا سحابة قاركود حديثك عوف ابن مالك عند أحمد وغيره نبي قول الله سبحانه نبي أنتم نجت تجيب وإن نظر أنا كم قناة مركز عن شنقر يوضع هذا ييولو أيام مقلي ثان نحن نبي جميع الذي لم عيدا بهلا سويع والنبي كل جي ملاقي عيدا بالله الله يه نبي الله محاجرة جبريل بايه ميت وحيش أمة ذا كلام بعد إن الجنة جل هيا إن أهل الجنة هم بين نص نقطة يا إن ثلث نقطة يا إن ربع نقطة يسي إلى نقطتين ثلثين ثلثين بين نقطتين بل أكثر أهل الجنة دخولا في الجنة أي النقدين صحابة النبي الله وحنا بقدره وحاكله إلهي أنت كذب إيفري إن أشفع عقاد المسلمين يوم الضيدة صدح صحابة النبي الله وحن كابر يينا إن إلهي النوبر إذا قل يها أشفع عقائس إن لنقدره إلهي النوبر أدعو الله إلهي إنه نقدر من أهل شفاعتك نبي حوري فأنتم منهم صدح الزحابي وحاتي ندت كان أشفع عقائد دونه صحابي كلام مقشي دور بقوله صحابة نبى الله أن نقولنا نوحي للدلالة أو شو يحرن تهدي سود الدلالة اللي بقته يسقص عن مقت حروت أنصارات بايمان هو وينك بسوق عيو نبي يقول ما أنتوا ندم دعوة وضعها يا صدح دعوه الرئيسي نبى الله أن ندعى إلى إله أن نقدره ندت كان أشفع أو نبي يحرن أن يدنك كواسد كجرتا يا رسول ادعو الله أن يجعلنا من أهل شفاعتك فقال اللهم اجعلهم من أهلها
marka waxaa weeye dhaqanka shafaacada nabiga in laga dalbo laga ducaysto intuu noolaa saxaabadu waa ku badnaa dhaqanka way yaqaaneen hawl marka hadda qariib ana ma aha saxaabigan Rabiica waa nin aad u qiimo badan qiso dheer buu leeyahay cajiib oo dhexmartay isagii sayidina abubakar hadda koornaan munaasabaad kaga hadlay aynu dulmarro waa qiso cajiiba kacab ibn Rabiica al-Aslami hawsha markuu nabiga weydiistay nabigu intaa kagama hadhin uu fiirso nabigu abaal yar Rabiica markuu nabiga intaa weydiistay hawshana u ballan qaaday hawl aakhari taa noqoto hadii hawl aakharo inuu nabigu ummadda ka anfaco nin walba wuxuu ka anfacayo oo bitowxiidi waliimaani waaldacwati waalirshaad iyo ninku u ducayn karaba nabigu weli wuxuu rabaa kacab inuu adduunka wax taro Rabiica ibn Kacab inuu nabigu adduunka wax taro rabaa wuxuu maal dambu nabigu u yimid wuxuu yihi kacabo ee Rabiicu maad guursati maad guursati wuxuu nabi allow wuxuu yihi Rabiica waad ogtahay waxna gacanta kuma hayo haweenkuna waa howlo badan yihiin kharash iyo xisaabay u baahan yihiin anuguna way ogtahay xaalkayga midda labaad ma raba ruux aadama ah inuu iga mashquuliyo adeegaada iyo khidmadaada nabigu waa iskaga aamusay haddana muddo kadib buu u yeeray nabi Rabiicow maad guursatid intii buu ku soo celiyay nabi allow in layga kaa mashquuliya ma rabo oo haween iyo howlo kale aan ku mashquuliyo inaan ku adeegaan rabaa wabitaali guurna hadda howlo iyo qorshe ayuu u baahan yahay nabigu waa iska aamusay mar saddexaad ayuu nabigu celin doonaa marka saddexaad intuusan celinin ayuu isagu tashaday Rabiica in caqli badan baa wuxuu yihi hadda Rabiicu maxaa kugu dhacay nabigu ma hadda koor buu saa ku yidhi waad cudur daaratay waa soo celiyey waad cudur daaratay nabigu wuxuu maagan yahay wax khayr buu ku og yahay mar dambe hadduu nabigu kugu soo celiyey hadalkii okay dheh naftiisii buu la tashaday markuu nafsi la tashaday nabigu haddii inta kagama hadhin haddii qoliyi reemidu aad noqoto kala mushkilo weyn ruuxa markaad mar wax wanaagsan u bandhigto waa lagu celiyaa lagama aamuso waa lagu celiyaa waa lagu celiyaa nin reemiduga waxaa la yidhi reer soo martiyey reemiduga ma ogta wixii dhib badan oo dhan baa la saaraa reer macalina wixii doqonnimaa la saaraa dhib ma laha marka reer buu soo martiyey niman markaasay raashin bay u keereen markaasuu bas waa dharagsanahay waa bay iska qaateen raashinkii wuxuu iska qaatay markaasuu iskaga tegay niman kale ugu cuba niman waxaan soo maray wuri midga ah bimacna aan gub ahayn oon deeqsiya ahayn oon dadnimo lahay maxaa jiraa leeg haddii raashinta ii keenan oon bas idhi oon xoogu isgoobeeyey yay iskala tagay ninkii waa yidhi haddaad bas tidhi maxaa dhib oo jiraada bas yidhi raashinka waa la qaatay wuxuu waa gun eh waa nalagu dhaartaa uu raashinka aan cunno annagu wallaahi inaad cunaysaa cun baana la yidhaahaa waa nalagu qas kadib baan raashinka qaadana wixii lasoo dhigay isku orod waa hawl aynimo buri hawsha ayada manu mabalaq baa lay dhigayaa akhyaar baa noogu dheeran jirtay maa laygu dhaartay buri aan raashinka cunay adoo hawlahaas uu sugahay almuhim nabigu hawsha shuqul kuba lahay wuxuu yidhi saxaabigu go'aankaasuu gaadhay waxaan idhi hadduu nabigu mar saddexaad kugu soo cesho lagugu dhaaran maayo sidii reer mudugiye mar dambe hadduu nabigu kugu soo cesho haya ka dheh nabigu sidii mar saddexaad weliba dhaqan buu nabigu inuu hawsha hadduu hadal yahay hadduu dhaqan yahayba uu saddex goor cesho salawaatu rabbi wasalaamu calayh mar saddexaad muu kacabow Rabiicow maad guursatiin wuxuu nabi allow diyaar baana laakiin waad aragtaay maxaan hayaa wuxuu yihi musaasa ahaa diyaar ma tahaa halkan ka dhaqaaq reer fog oo ansaaradu madiina dacal ka degan daraf ka degan inuu u tag reer hebel waxaad ku tidhaahdaa rasuulka isoo diray gabadhiin heble ah ayuuna amray in la iguuriyo warku waa dhan yahay ansaaruu nabiga warka yimidna waa taqaanaa haddii ansaar iyo muhaajir markay meesha marayaan ismaba bardhigi karo ansaar waa ka duwan tahay beeca gooni ah hiilo gooni ah ayay qabaan walidaalika xubu lansaari waa iimaanun wa buqduhum nifaaqun wa kufrun laakiin kuma imanin xubu lmuhaajiriina waa iimaan lama hayo wa buqduhumna kufrun waa nifaaq laga nabiga lagama hayo ayadoo ay tahay xaqiiqa ahaan
لفظيكان كهلا لأنه أنصار هولو قوني أي ليدا حلقة أد ليدتو إذا هي اللي هو يقرب يقعلم أبها أنت هاي روحك وقرب استاقادتك وكتل مامية إن أدتك الله سنتنا وقنمو كعب بن مالك مرك اللي قد طوبت أقبالي مهاجرين ودر هلين بوغ استاغا مركو سو دوانيه وا طلح بن عبيد الله ولي موسن وهل ما من هوشا و هين جري ابال و هيو اها يعني انكو سي مشغولين ني نبي او ولا رغتا بو رساس وي او تغبا ان قويس كان انصارسان كو دي خري و دقاقي ريركي وان اوتغي سيل ياهي وان بريديي وان سلامي وحان نبي وان كسودا ساسو يسو فري حال مرحبا بالرسول الله وبرسول رسول الله سودو بالي رسول كيله يا سودو وادو أحد كصود رينا هسودو وادو صافريسو جواردي بالي يوجيري ماشي بالي يوم مهريب إله بان كت دارتي حتى مخراتي بيسوي دينم بود أنصار من أبي ألقى سعتها سودو جواردي بفود اللي يجلي والي مهري أنا إسلام يقول مهر سنت هاي وهذا الله معنا أيام صور الله بتيبود ولي بحود وألطفوني ولا لك افتمي ولا يسود دوي هذير بل يسيي برفوم دي عذر بل لمري ان اروس الله قد هي ذات خيرو سكرات كا اي حقني او هويسن بل سو دري نبي قو ييمت عليه الصلاه والسلام حنا بي الله وصاص يلا انصار وكو اوغابو سو فريس كبدي مهر كيد با لغا ربا مهر جي نبي محنا يابو محان جي يا ودي اوغتاي بريدة بن حصيب الأسلمي بأجيري قيس كذا الشيء ربيعة أضيق هذه بريدة ثم كرنا يسار بريدة بن حصيب الأسلمي رج مدينة جوينين كو أضي سنة أبو أجيري وحور وحرة أسلم ميشن جوا إسكو أجير نكنا الله صوك عليه جواد مهرك هذا الله كير ما بالله محن كنا نواد من ذهب إسكو صدر درة دور جرام الذهب هل جرام صدح جرام واحد يلك الذهب نواد من ذهب لحير ويون معنى الله هاي إن يردها بكينا هو شو بيسوق قرامين والله كير بحال يدهب كان قات أنت يرتا لمن كان صارت قبل ميركي ليك قبط ده إن الحيد تراتيني كون تجي بوري هو شو بانجي وإن ير وان لله جاي كيرن مركز دير ما شاء الله ومهر بدن وكوك بدن تهاي وان يحيى حيبود ربيعة gabadha la isiiyay iyo waxaan la soo shirtay yaridiisa iyo say u way ay u weynaysteen ay u iimaansadeen ay ugu farxeen waxa dhe waa meher badan kasiirun wa tayyib wa badan yahay waana wanaagsan yahay gabadh meherki laga bixin jiray weeye la siin jiray soo dhawow maalinka waxaan soo laabtay buu anoo walbahaarsan faraja'tu anhum ila rasuulillahi hazinan anoo walbahaarsan baan soo laabtay moogtay niman goob hadda intaad gabadh ka bursato ay si qiimo badan ku war dhaqmaan waad forjoobaysaa soo ma taqaanaa anoo forjeysan baan soo laabtay ila dhayar forjey fahmay yaari way garatay baro malay gabadh baa la siiyay markii hore waa la soo habeeyay war laguma celin makhaati lama weydin yaa ku yaqaana rasuulku inuu ku soo daray cadeynkeen meherkii yaraa ee soo qaadanay waxa la yiraahdaa waa meher ka badan meher waa ka badan yahay markii xoogow asagoo dareemayeen abaal badan lagu leeyahay yuu saxaabiga soo laabtay nabiga arkay buu waana xasiin maada bika ya rabi'a li maxaa ku helay nabiga allah wuxuu yiri waa dakhranahayo niminka ansaareed niman imtixaan oo gubanimo ku dhammaatay yaad ii geysi niminka waa iga garsu dheen weeye saasay ii galeen معنا نوع معنا ملابور قبل ده هذا وين لا رسول الله بيسو ومعن سمية ولي ما ينادي يرسول ولي ما نبي الله حكي لك يعني عور عايشة وتك سلد عايشة إليه ده هاي حو هذا وقبل دي أنكو أجا أنت كسر قاد الله بركة هي عايشة وتك عايشة تري يوتك نبي قال صوت دري وحي جوان كذا كجري راشيرة كي meel bay ugu soo gadisay intan baan noo taalay intan aduu qaaday tirood allah ku barakee nabuu ruu kibistii rootiga waa la hayaa canjeerada iyo jabaatiga diyaar uu maxaa dhiman hilibka lagu cun lahaa
burayduu u yeerayna wuxuu yidhi burayduu waxaad keentaa aadhigii arooska lagu qayli lahaa keen xaggeen ka keenaa ree aslam ka keen hala kaaliya ninka dhowr neef oo adhi oo weyn weyn ku jiro yay soo ururiyeen buu aadhigii iyo waxaan isla kaxaynay buu haddaan ree aslam nahay iyo qamadidii ama hay-addii ama gerbidii ay caaisho keento iyadan caaisho keento reerkii ansaarid baa loo tegay maxaa le xooluhu badana kiilku badana kiil ma taqana kiil baa la yidhahdaa badana hawshaad keenteen soo dhowaada waxaa le wixii kibis iyo raashiina annagaa diyaarina gabdhaha ansaarid baa dubi laakiin reebani ree aslamow wananka iyo adhigu idinku qal oo diyaariya hawshii baa la diyaariyay markii weliimada la diyaariyey yaa marti loo yahay hadda rabiica marti loo yahay nabiga buu u yeedhay nabi weliimada ima buuri subani buu u yeedhay ansaar buu u yeedhay muhaajiriin buu u yeedhay weliimadi baa la cunay warankii ree aslam keeneen iyo kibisti hooyadan caaisho keentay baa lagu weliimaystay reerkii haddii la dhisay saxuulo looma baahno nabiga haddana u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dhul buu siiya beer nabigu uu lahaabu beertaa qaado nabigu maxamed oo gacan qaaday abubakarna dhulba ugu daray abubakarna beer kaluu siiyey wuxuu yihi rabiica wajaa'at idunya adduunyaa timid waa runtii haddee shalay muxuu ahaa wadada xirowo gaajo la daluumhayo meeshaa jiifa busta ayaa yuu ahaa haddana guriga waa camiran yahay laba beerooda waaweyn oo muhaajiriin lahaynna uu helayba beeruu nabigu siiyey iyamada abubakar siiyey halkana aafa ka tiban doontaa wuxuu yidhi adduunya hadday timid adduunya nusaanteedaay leedahay dhibkeeda rabiica ka sheekaynay wuxuu yidhi waagi dambe beertuu abubakar isiiyey ee weynayd iyo mid abubakar ku garab leeyahay ayaan in yaroo dhulo isku qabsanay buu waxaa yidhi intan beertaydii xadkeedii ku jirtaa abubakar wuxuu yidhi warmaya waa taydi maaniga hashalay ku siiyey beerta adigu haysataa adduunya maogta way dhib badanta imtixaan wey abubakar iyo rabiica is afdhaafay abubakarna waa yeel degan bu laakiin markuu caroodo xoogow wuu kuulaa radia allahu tacaala canhu waardaa erey qallafsan ayuu ku yidhi rabiicu ku yidhi xanaaq waa taqaanaa waxyaabaha soo baxa ereygii markuu ka soo baxay sayidina abubakar wuu isgarto wuxuu yidhi walaal waa qaldamay ereygii aanku yidhi igu dhi iga gooso xataa yakuuna alqisaas kir baa lagu yidhi anna kir baa laydheh aynu kala nasanno kadibna iscafino rabiica wuxuu yidhi maya kirna ku dhihi maayo ereygaad ay jirina mar dambe an odhan maayo laakiin kuma cafinayo abubakar hawsha way ku adkaatay wuxuu yidhi laba mid yeel icaafi aysan ka ahayn iga aargooso laakiin waddo kaloo kuu furan ma ay jirto rabiica wuxuu yidhi midna yeeli maayo abubakar wuxuu haddaad diido nabigaan kugu dacweynaya haddaad diido inaad cafido ama aad ereygii aanku ii tiraado iga goosato nabigaynu iskula tegaynaa yeeli mahay bu haddaad doontay dacweyn abubakar baa dhaqaaqay rabiicana waa ka daba dhaqaaqay nabigu u socday abubakar niman ree aslama arkay abubakar iyo rabiico isdaba socda oo nabiga usii socda nimankai ree aslam waxay yidhaahdeen oo abubakar muxuu isla waalahayaa isagaa wax kaa sheegay haddana nabiga kaaga dacwoon maya waa ku raacinaa baa layidhi inuu kaa gardaray innagaa tusayn wuxuu yidhi war aamuso war ma haysaani ree aslama yuu nabigu ina arkin buuhi kow middala abubakar yuusan dareemin inaad ila socotaan abubakar hadduu dareemo buuhi inaad ii hiilinaysa idinka ree aslama uu dareemo hawsha waa ku xumaan waa cadhoon buuhi abubakar baa ka cadho hadduu abubakar cadhoon nabi maxamed baa cadhoon buuhi hadduu subanuhu cadhoodana ilaahay baa cadhoon buuhi rabica iska daaye ree aslam dama la arki mahayo buuhi caqligii suufi waa runtii waa ogyahay nin walba meeshuu nabiga ka joogay ilaahay ka joogo waa yaqaana wuxuu ree aslamo haddaad wax ii taraysaan iga hadha yaan layda arki aniga rabiica iyo abubakar keligaan aan u tagno suubanahana kala xukumo laakiin idinkoo idaba guurahayo gubilka muxuu ahaa garabka ii buuri haddii la arko meesha cadho abubakar baa taalla cadho abubakarna maxaa ka dhalan nabi maxamed oo cadhooda waa runtii abubakar nabigu ma ogan la agmaro maxaa dadka lama sinnayn
dadka lama sinayn wayeelkii wuxuu yidhi waa abubakar oo ogti wuu la hadlay reebaas wuxuu yidhi abubakar waa tacriifuuna man huwa abubakar innahu thaani ithnayn buuri waduu shaybati lmuslimiin isagaa u sheegay wuxuu yidhi waa waayeelkii ummadda muslimiinta waa ninkii ciroobay ninkii u weynaa wayaad xilliga ayada isagaa ugu weynaa saxaabada waana ninkii labaad ee nabiga raacay laa taxzan in allaha macna laga yidhi waana abubakar asidiiq buuri saddexda yaan lagula wadaagi karin ee ninkaan haygu dilana waxbay tarimaysaane ree aslamo xaska gala buuri xaska dhuunta yaan laydan arki allay soo raacay abubakar baa loo yimi nabigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi maxamedow waxaa la hayaa sayidina abubakar baa dacwooday rabiica wuxuu yidhi fadakara maa waqaca kamaa kaan abubakar wax isdaba marya hadi dadkeediiba ma ahee abubakar markuu waramahaya wixii dhacay buu sidiisu u sheegay nabi allow in yaroo soodina waa dhib badantahay baanu isku qabanay rabiica xogu waa is-afdhaafnay erayaan munaasayan baa iga soo booday waa ka qoomameeyey waalakii cafi baai waa diiday iga goosaani waa diiday si iga dhabuu rabiica odaa horanba yaa lagugu arka rabiica nabi allow nabigu wuxuu yidhi rabiicu ma sidaas ahaa wuxuu yidhi inaad ereyga ku celin weydood ka goosan weydo faqad axsanta waad wanaajisay xuma ninka ku yidhaahdo looma jawaabo laa tarudda calayhi abubakar hadduu ku jaa'ifeeye adna ha jaa'ifaynin laakiin inaad cafido weeye waa qasab maxaa nabi allow dhahaa allaahuma aqfir liabi bakar ilaahu abubakar u dhaafdhe faqultu allaahuma aqfir liabi bakar fawallaa abubakar wahuwa yabki ilaahu abubakar u dhaaf dembigiisa dhaaf saadhibu inti baan idhi abubakar hadde waayeel qalbi jilicsan buu ahaaye wuu danqaday fawallaa wahuwa yabki radi allahu tacaala canhu waardaa qisadaa qiimaha badan buu leeyahay sayidina rabiica ibnu kacab alaslami iyadoo faahfaahsan ka akhriya musnadu axmed xadiidkiisa dheer ee ku jira qisadaa marka saxaabiga rabiica ninkaa qiimaha badan ee ilaahay barakeeyey nabiguna u shafeeca weeye aad hadda ku dhaaran karto inuu yahay min ahli ljannati wa min ahli shafaacati rasuulilahi sal alla alay wasalam wa min rufaqaa'ihi fi ljanna.